بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل وعلا، له الأسماء والصفات العلى، والصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى آله وصحبه النجوم العلى. أما بعد، فهذه الوصايا العشر لمحبة الناس. كلنا ينشد الحياة المستقرة السعيدة الهنية الرضية، وذلك لن يتوفر إلا بمحبة حب الناس لنا، وفيما بيننا يكون هناك الألفة والمحبة والمعزة. أستهل هذه الوصايا العشر لمحبة الناس بأول شيء، وهو الكلمة الحلوة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وما معلوم إن من البيان لسحرا، إن أثر الكلمة الطيبة كلنا نعيشه ونحيا. حينما نسمع كلمة طيبة نستشعر الفرحة والبهجة والسعادة، ولا قدر الله لو سمعنا كلمة سيئة نشعر يعني نوع من الحزن والاكتئاب والقرف. فالكلام الطيب بلسم، وكأنه ماء الحياة. فلذا احرص على أن يكون كلامك جميل وكلامك حلو. وسبحان الله، تذكر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكون لفظك ماء سعد، زي ما يقول لفظ سعد، يعني يورث في نفسك وفي غيرك السعادة. الوصية الثانية العطية والهدية. العطية والهدية، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال تهادوا تحابوا. معلوم بأن الهدية يعني فعلا لها تأثير عجيب على النفس. حينما يعطيك الناس الهدايا والعطايا ستسعد وستشعر بنوع من الألفة والمحبة، وأن الناس هذه تقدرك وتعزك. وكذلك أنت تهادوا تحابوا، يعني لا تأخذ هدية وتطنش، لا، من الكرم والشهامة والنخوة أن من يهدي يهدى، لأن الهدية هي سر مفتاح القلوب. أنا أعتبرها مفتاح القلوب هي الهدية، ولن يهديك إلا من يحبك، وأنت كذلك. فلتكن هديتك دائما بكل الحب والبشاشة والمعزة، ويعني فعلا الهدية سحر القلوب. الثالث من الوصايا، الوصية الثالثة، عدم العتاب فإنه عذاب. يعني ما تعاتب من مثلا يقصر في حقك أو يخطأ، عديها وسامح. الإنسان اللي يتصيد للناس الأخطاء، الناس تتصيد كذلك، كل فعل رد فعل. لكن حينما تكون إنسان فيك السموحة والمحبة والألفة وتعدي ويعمر من نفسك، يعني خلي أذنك دي لا تسمع إلا الجميل، وما تعكش للناس أي كلمة وتبنى عليها قضية ونكد وغم وهم. أنت أول تعتبر يعني أول الضحايا، لكن لما تعديها وما تعتبش ومليه والكظمين والغيظ والعافين الناس، لازم تكون من هؤلاء الصالحين، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما تعتبش، عدي علشان تعدي معك. الرابعة مقابلة السيئة بالحسنة، وهذه يعني تعتبر لها ارتباط وثيق بعدم العتاب. يعني دائما قابل، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، شوف لدرجة العداوة، كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا بد أن تكون عندك الدفع بالحسنة والكلمة الطيبة والعطاء والرضا، وخلي أخلاقك راقية جدا، بحيث أنت اللي هتسعد، أنت اللي هتهنأ وتأمن وتعيس قرير العين سعيد الحال والبال. الخامسة لها ارتباط كذلك بما مضى، وهو أن تكون بشوش
البشاشة يعني فعلا تجعل الذي يراك يحبك على طول، يقول لك ده وشه بشوش، ما شاء الله، فيه السماحة وفيه البهجة وفيه الفرحة. البشاشة تبسمك في وجه أخيك صدقة، فاكسب الصدقة علشان تنال كذلك من الآخرين البشاشة والسعادة والبهجة والفرحة والحب. الحب أساس البشاشة. السادسة، اذهب مما في أيدي الناس، لا تطمع في أيدي الناس، لا تطمع ما في أيدي الناس، اطمع مما عند الله، اطمع في كرم الله وعطاء الله الرزاق الحنان الباسط الكريم. وطبيعة النفس البشرية يعني دائما تحب من يزهد عما فيها، عما في أيديها. كن دائما معطاء، دائما يعني سبحان الله فيك نوع من النزاهة والعزة النفس، ما تكونش يعني دائما تطلب وتلح الناس، لا، جاءتك هدية أو جاءك عطاء فاقبل وخذ العطاء ما كان عطاء، فإن صار رشوة فلا تقبلها. دائما اذهب مما في أيدي الناس يحبك الناس. السابعة، زيارة المرضى. يا سلام، هذه فيها أجر عظيم، الملائكة تدعو لك وتحفك وتحيطك بالعناية والرعاية والحب، زيارة المريض، وكم فيها من بهجة وسعادة للمريض. واحد لا تذهب له وفي يدك يعني هدية، إما عطور أو فواكه أو حلويات شوكولاتة أو ما شابه ذلك، أي هدية على قدر المحبة تكون الهدية، وتطيب خاطر المريض بالكلمات الطيبة. الكلمات الطيبة ترفع معنويات المريض، فزيارة المريض من الأشياء التي تزيد المحبة بين الناس والألفة. وأدعو الله له بالشفاء العاجل، وأن الله يعافيك مما ابتلاه، وبواسع رحمة رب العزة والجلال يا حبذا تقرأ عليه الشافية، ألا وهي الفاتحة، فاتحة الكتاب، تدعو له بالشفاء العاجل والصحة والعافية. الثامنة، احنا كما قلنا أن النفس البشرية تحب من يعطيها، هدية وعطية مع الكلمة الطيبة مع الزيارة والألفة والمحبة بين الناس، تزداد العشرة بين الناس بالحب والوفاء والعطاء والأنس. يعني دائما يعني خاصة الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وحق الجار. هذه المبادئ والمثل التي حثنا عليها الإسلام تجعل السلام والمحبة والسعادة ترفرف بظلالها الوارفة على رؤوسنا جميعا. التاسعة، التعاون على فعل الخيرات ومساعدة الفقراء والمساكين، وخاصة أولو الأرحام والأقارب والجيران وكل المسلمين وكل الناس، يعني حتى لو مش مسلمين، لما تساعدهم وتحسن إليهم يعني صدق الله، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مساعدة الناس تؤلف قلوب الناس حتى على الإسلام وعلى المحبة والوئام. العاشرة وهي الأخيرة، التنزه. التنزه يعني تنزه أنك تتنزه وتتفسح وتغير جو، لأن ده يكسر الروتين الممل في حياتك، لأننا كلنا نتعب ونشقى من أي لقمة العيش ونكل من التعب، فلا بد من تغيير الجو. إما أن تذهب إلى شواطئ البحار، بس البحار التي ليس فيها عري ولا تبرج، يعني تخلو مع نفسك بذكر الله كده أمام الشاطئ، وتتأمل بديع خلق الله في هذه المحيطات وهذه البحار وهذه الشواطئ وما فيها من عجائب العجب من خلق الله تبارك وتعالى، وكله بيسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأعظم التنزه أن تذهب إلى الحج والعمرة وزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم،
وأنت تتأسى به قدوة وخلقا وجمالا وكمالا في روعة إنسانيته ومحبته صلى الله عليه وسلم، وتسير على محجته. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سير في نور الله، تحيا دوما في نور وفي سعادة وهناء وسرور. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما كان ويكون، عدد الحركات والسكون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.